معكم سلطان الفارسي من هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية. نحن مشاركين في أسبوع أدب ستبتكر من خلال عرض مشروع منصة الواردات والصادرات الغذائية، منصة إلكترونية تعي في مجال الاستيراد وتصدير المواد الغذائية. يتم من خلالها الكشف على الشحنات الغذائية المستوردة عبر منافذ إمارة أبو ظبي وإنهاء جميع إجراءات المتعلقة بالكشف من خلال الإفراج وعمليات التفتيش المتعلقة بذلك. في النهاية نشكركم ونقولكم حياكم مهرجان الشيخ زايد.